بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، معكم بداية هذه السلسلة من روائع القصص، ومن أحسن القصص قصص اخترتها، شيء من كتاب الله عز وجل وشيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعضها مبثوث في كتب أهل العلم، وبعضها في السير والتاريخ، وبعضها من واقع الناس وأحاديثهم وحياتهم، والسعيد من اتعظ بغيره. والقصص نوع من أساليب التربية، بل هي من أعظم الأساليب، ولهذا استخدمها الرب عز وجل. فأكثر الله عز وجل من ذكر القصص في القرآن، لما؟ لعلهم يتذكرون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فأهل الألباب يعتبرون بالقصص. والله عز وجل يقول لنبيه: نحن نقص عليك أحسن القصص، ويأمر نبيه أن يقص على الناس القصص، قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ابن الملك في دمشق، وهي القصة الأولى في هذه السلسلة، ابن الملك في دمشق في زمان نبي الله يحيى ابن زكريا عليهما السلام. ابن الملك في دمشق تزوج ملكة صيدا ثم طلقها وأراد استرجاعها، فاستفتى يحيى عليه السلام. وكان يحيى آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، يحيى لا يحابي ولا يداهن، إن كان صغيرا أو كبيرا، عظيما أو حقيرا، يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فاستفتى ابن الملك يحيى عليه السلام فقال: هي حرام عليك. فحقدت المرأة على يحيى وأرادت أن تنتقم من يحيى عليه السلام، وسألت الملك أمرا، قالت لابن الملك، قالت: أطلب منك طلبا. قال: وما هو؟ قالت: أن تأتيني برأس يحيى. ماذا؟ أريد رأسه، إذا كنت تحبني فأتني برأسه، اقطع رأسه ثم أتني به. فأبى، قال: لا، معاذ الله، إنه نبي، إنه نبي، وأخاف إن أصبته بسوء أن يعاقبني الرب عز وجل. فأبت عليه وتمنعت، وكيد هذه المرأة كان عظيما، حتى قبل في يوم من الأيام، قال: لا بأس. فأمر الجنود وأمر الحرس وأمر الجيش، قال: اذهبوا إلى بيت يحيى فادخلوا عليه واقطعوا رأسه وأتوني به. فذهبوا إلى بيته فطرقوا الباب فلم يفتح، فاقتحموا عليه البيت، فدخلوا فإذا هو قائم يصلي. من؟ يحيى عليه السلام يصلي، يقوم لله عز وجل، يسجد لله، يركع لله، يقوم لله، هو في وصل بينه وبين الله عز وجل. فاقتربوا منه فرفعوا السيف وقطعوا رأسه. رأس من؟ رأس يحيى عليه السلام، رأس نبي من الأنبياء، قطعوه ثم حملوه في طبق، حملوا الرأس إلى الملك، ثم جاء الملك بهذه المرأة، قال: خذي، هذا رأس يحيى. تخيلوا المنظر، لا إله إلا الله، نبي من أنبياء الله يقتل، نبي من أنبياء الله يذبح، ينحر، ويقطع رأسه ويقدم لعاهرة، لفاجرة قدم الطبق إليها. فضحكت المرأة وفرحت وجاءت بالرأس إلى أمها، فلما دخلت على أمها إذا بالأرض تهتز من تحتها. صرخت الفتاة، صاحت، أمها تصيح والناس حولهم، والبنت صاحت وانشقت الأرض من تحت قدميها، وإذا بالأرض تبتلعها وهي تنادي على أمها وتصيح، وأمها تولول، والجوار يصرخن ويلطمن الوجوه، والناس يصيحون، وها هي الأرض تبلعها وتبلعها وتبلعها، حتى وصلت إلى حقويها ثم إلى منكبيها. فقالت الأم بعد أن علمت أن ابنتها ماتت ولكن الأرض ستأخذها منها، أمرت السياف أن يقطع رأس ابنتها ليبقى عندها الرأس، فقطع رأس البنت، وأخذت الأم رأس ابنتها مقطوع. وما هي إلا أيام، إلا ويدخل بخت نصر، يدخل على تلك القرية
يدخل عليهم ويقتل في أيام معدودة 75,000 حصدهم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. نعم، إن أولياء الله عز وجل هم أشد الناس بلاءً. شد الناس بلاء من؟ الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء، كلما ازداد الدين والإيمان كلما اشتد البلاء على المؤمن. سنة الله عز وجل. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أسمعت بإسلام الفاروق؟ إليك هذه القصة، قصة يوم من أسعد الأيام على وجه هذه الأرض. الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قبل إسلامه شديدا قويا قاسيا، وربما خاف منه كثير من أهل الإيمان ممن كتم إيمانه، يخافون من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في يوم من الأيام أسلمت أخته، اسمها فاطمة، أخت عمر اسمها فاطمة، أسلمت رضي الله عنها، وزوجها سعيد بن زيد أيضا أسلم، ولكنها وسعيد أخفيا الإيمان عن عمر من خوفهما من عمر. تعرفون ماذا يفعل عمر لو علم أن أخته أسلمت؟ لا يتجرأ أحد على مخالفة عمر، قوي قبل الإسلام وبعد الإسلام، إنه عمر، وما أدراك من عمر. وفي يوم من الأيام كان خباب رضي الله عنه ابن الأرت كان في بيت فاطمة مع سعيد بن زيد يقرئهما القرآن، يعلمهما القرآن، وكان خباب رضي الله عنه من السابقين في الإسلام. في هذا اليوم كان عمر يسأل عن محمد عليه الصلاة والسلام، أين محمد؟ أين محمد؟ إلى الآن ما أسلم. فجاءه رجل قال وماذا تريد به؟ قال أريده، أخبرني أنه هو. قال كن في شأنك يا عمر، يعني اترك الناس وشأنهم، خلك بأمورك أنت. قال ماذا تقصد؟ قال ارجع إلى أختك وختنك سعيد، انظر إليهما فقد صبأ. ماذا تقول؟ كذبت. قال والله ما كذبت، ارجع إلى أختك فانظر ما الخبر. أنت تبحث عن محمد؟ شوف أختك أول، شوف بيتك. فغضب عمر وثار غضبا وأسرع إلى بيت أخته فاطمة، فدخل وإذا بخباب سمع بالخبر، فاختبأ خباب، ذهب واختبأ، فدخل فوجد سعيد وفاطمة، فبطش بسعيد ضربه، ثم قامت فاطمة إليه، ماذا تفعل يا عمر؟ فضربها عمر فشج وجهها، لا إله إلا الله. فإذا بفاطمة تنظر إلى أخيها عمر، فقالت له لم تصنع هذا يا عمر؟ وكان عمر في هذا اليوم وفي هذه الأيام كان عمر مترددا، في صدره صراع بين الحق والباطل، كان داخل صدره صراع، هل أقبل بهذا الدين أو لا أقبل؟ وكان مترددا في هذه الأيام. فدخل على أخته فاطمة فضربها وشجها، ثم سقطت على الأرض فنظر إليها وقد دمعت عينيها، فكأنه رأف لحالها، فوجد صحيفة عندها فأراد أن يأخذ الصحيفة، قال ما هذه؟ فأسرعت فاطمة إلى الصحيفة فأخذتها، قال ويحك ماذا تصنعين؟ قالت لن أدعك تمس هذه الصحيفة. قال ماذا تقولين؟ قالت لن أدعك تمس هذه الصحيفة، فإن فيها كلام الله وأنت نجس ولست بطاهر. قال أعطني هذه الصحيفة. قالت لا حتى تغتسل. فاغتسل عمر فإذا به يأخذ الصحيفة من أخته فاطمة، وأخذ يقرأ ما فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن الرحمن على العرش استوى. ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ بدأ قلب عمر يضطرب، بدأت جوارحه تضطرب، بدأ الجلد يقشعر. الرحمن الرحمن على العرش استوى. وعمر رضي الله عنه عربي يعلم معنى هذا الكلام، ما معنى الرحمن؟ ما معنى على العرش استوى؟ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر له بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فإذا بعمر بعد أن قرأ هذه السورة دمعت عيناه، وبدأ النور ينتشر في صدره، وبدأ الانشراح، وبدأ عهد جديد في هذه الأمة، وبدأ التحول التاريخي في عصر هذا الدين. وإذا بخباب خرج وكان مختفيا، خرج فنظر إلى عمر يقرأ وتدمع عيناه، فقال له: يا عمر، يا عمر، إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه. قال: ماذا تقصد؟ قال: سمعت النبي في الأمس يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. فتأثر عمر، الله أكبر، محمد عليه الصلاة والسلام يدعو لي، يدعو لي أن أدخل بهذا الدين. فقال له عمر: يا خباب، يا خباب، دلني عليه. قال: لا، لن أدلك. لا زال خباب خائفا، ماذا يريد عمر؟ قال: دلني عليه يا خباب. فخاف خباب، قال: تعال تعال أدلك عليه. فدله على دار الأرقم، وكان النبي مختفيا، هو بعض أصحابه يتعلمون الدين والإسلام. فإذا بعمر يطرق الباب وقد توشح سيفه، أخرج السيف وطرق الباب، فقال النبي: يا حمزة، قم قم، انظر من الطارق. حمزة قد أسلم، فإذا بحمزة ينظر، قال: يا رسول الله، إنه عمر، إنه عمر. ثم قال حمزة: يا رسول الله، إذن له، إذن له بالدخول، فإن أراد خيرا أعطيناه، وإلا كفيناك يا رسول الله. نضربه بالسيف، يعني حمزة أمام عمر، وكلاهما جبلان في هذا الدين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعني يا حمزة. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يفتح الباب، أو فتح الباب حمزة، فدخل عمر، فقام إليه النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ حجزته. الصحابة الآن تخفوا في الغرفة الثانية، أكثر الضعفاء المساكين الخائفين دخلوا في الغرفة الثانية وأغلقوا الباب. وقام النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ بحجزة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخذ بمجمع ردائه، ثم جبذه، فقال: ما الذي جاء بك يا ابن الخطاب؟ ما الذي جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. فقال عمر: جئتك لأؤمن بالله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. فكبر النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر، أسلم عمر، أسلم عمر. فسمع أهل البيت فكبروا: الله أكبر، الله أكبر. ومما زادني شرفا وعزا، ومما زادني شرفا وعزا، وكدت بأخمصي أطوى الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. الله أكبر. إنه من؟ إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول الصحابة: ما أسلم عمر إلا وكنا أعزة، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر لما أسلم ما جلس في البيت وتخفى واختبأ، قام يبحث عن أكثر الناس ينشر إسلامه بين الناس. قال: من أكثر الناس خبرا؟ قالوا: فلان. قال: يا فلان، أخبر الناس بخبر جديد. قال: ما هو؟ قال: أسلمت. قال: ماذا تقول؟ قال: أقول لك ما سمعت، أسلمت. فقام الرجل، هذا مثل وكالة أنباء عندهم،
قام في الناس فقال: أيها الناس، أيها الناس. تجمع الناس، خبر جديد الآن، خبر عاجل. ما الخبر؟ قال: صبأ عمر. فقال له عمر وكان جالسا عنده، قال: كذبت يا عدو الله، قل أسلم عمر. فقال: أسلم عمر. فقام الناس يضربون عمر بن الخطاب، الناس كلهم تجمعوا، كفار قريش تجمعوا على عمر، فصدهم كلهم لوحده رضي الله عنه. كان بطلا وكان جبلا وكان صنديدا قويا تفر الشياطين، شياطين الجن والإنس، من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. صدهم من أول النهار إلى أن على النهار وهو يصدهم رضي الله عنه. ثم قال: قال: والله لو كنا فيها 300 يا معشر قريش، والله ما تركناها لكم، والله ما تركناها لكم. القصة الثالثة: شيخ مع تلميذه. إليكم هذه القصة أسردها لبعض الناس الذين ربما تعلموا على بعض العلماء والمشايخ، فلما كبروا، فلما شبوا، فلما صار عندهم بعض العلم، إذا بهم يتكبرون، وإذا ببعضهم يسيء خلقه مع شيخه، مع العالم الذي رباه والذي علمه والذي سواه، وعلمه الرماية كل يوم. فلما استد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. أتعرفون من الشيخ اليوم؟ الشيخ هو الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه، إنه العلامة الإمام صاحب المذهب الشافعي رحمه الله، هذا هو الشيخ. أما إن سألت عن التلميذ فإنه إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله ورضي الله عنه. انظروا لهذه الحادثة التي حدثت بينهما، من الضيف ومن صاحب المنزل؟ الضيف هو الشيخ الشافعي، الشيخ يزور تلميذه أحمد بن حنبل. كم في مذهبهما من خلاف، وكم في المذهبين من اختلافات، ولكن انظر إلى القلوب السليمة، وانظر إلى الصدور السليمة، وانظر إلى النفوس الطيبة، وانظر إلى الأخلاق فوق هذا وذاك. الشافعي ضيف على تلميذه أحمد بن حنبل، زاره، فلما جاء الليل لم ينم. من الذي لم ينم؟ لم ينم الشافعي طوال الليل. تعرفون لما لم ينم؟ بعد العشاء ذهب إلى الغرفة، الشافعي في غرفة لوحده ضيف، لكنه لم ينم طوال الليل. فسأله أحمد بن حنبل: لما لم تنم؟ تعرفون ما الذي أجاب؟ قال: لأن الغرفة كان فيها مصحف في وسطها، غرفة صغيرة ما في مكان ينام، وكان في الوسط مصحف. فقال له: لما لم توقظني؟ طيب يعني إمام أحمد يسأل شيخه، يعني يا إمام لما لم توقظني؟ أزيل لك المصحف. فقال: لم أرد أن أقلق منامك. الله أكبر، ما أردت أن أزعجك في المنام. فقال له الإمام أحمد: يعني يا إمام إذا لما لم تزله بنفسك؟ إذا ما تريد توقظني شيل المصحف ونام. قال: ليس من حقي أن أمد يدي إلى شيء لا أملكه. الله أكبر، نعم يجوز ولكنه الورع، نعم يجوز ولكنه الخلق، ولكنه الأدب، أدب الشافعي مع من؟ مع تلميذه أحمد بن حنبل. تعرف ماذا فعل الشافعي؟ لأنه لم ينم قام يصلي طوال الليل، من أول الليل إلى الصباح وهو قائم يصلي. ثم قال عن نفسه الإمام الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سويا في البضاعة. فرد الإمام أحمد على شيخه: تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من تجارتهم معاصي، كفانا الله من شر البضاعة. نعم، هذا هو الإمام مع شيخه. بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر، الإمام أحمد يسأل شيخه الشافعي، يقول: يا إمام، ابنتي لاحظت عليك 3 أمور مباشرة، ما في واحد يعني في قلبه على أخيه شيء، إذا كان في قلبي على أخي على طول أقول له، ما أكتم في قلبي، إما أزيله وإما أخبره وأصارحه. قال: ابنتي لاحظت عليك 3 أمور.
قال: ما هي يا أبا عبد الله، ما هي؟ قال: لاحظت عليك أولا أنك أكلت كثيرا، يعني ليست العادة، عادة الصالحين ما يأكلون هكذا، أكلت من طعامنا كثيرا، ليس بخلا من الإمام أحمد، ولكن يريد أن يستفيد، أن يستفيد من الإمام الشافعي. قال: ولاحظت عليك أنك لم تصلي ركعتين قبل أن تنام، ثم لاحظت عليك أنك صليت الفجر وما توضأت، ما طلبت ماء للوضوء. فقال الإمام الشافعي: قال: طعامك لا يدخله الحرام، فهو دواء لا غذاء. أنا أكلت كثيرا لأن طعامك ليس غذاء، طعامك دواء يبرئ الأسقام والأوجاع والأمراض، ولهذا أكلت من باب أنه دواء، أعلم أنه طيب وأنك لا تقبل إلا الطيب. قال: ولم أصلي ركعتين لأنها لم ترني، أغلقت الباب وصليت حيث لا يراني أحد. أما الثالثة فأنا لم أتوضأ للفجر لأني لم أنم طوال الليل، صليت الفجر بوضوء العشاء. صدق الإمام أحمد: تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من تجارتهم معاصي، كفانا الله من شر البضاعة. هذا فقط مثال واحد من خلق الشافعي مع الإمام أحمد. أين أخلاقنا اليوم؟ أخلاق طلبة العلم بين بعضهم البعض، أخلاق التلاميذ مع العلماء والشيوخ، أخلاق الناس مع بعضهم البعض، أين الخلق اليوم؟ هل نحتاج اليوم إلى كثرة علم؟ العلم مطالبون به، لكن نحن إلى الأدب أحوج من العلم، نحتاج إلى الأدب أكثر من حاجتنا إلى العلم. الأدب، الأدب، الخلق، الخلق. فإن الله عز وجل وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه من أهدافه وغاياته في هذه الأمة ليس فقط تعليمهم، بل تزكيتهم وتطهيرهم وتربيتهم على الأخلاق. هو الذي بعث في الأمين رسولا، رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قبل التعليم التزكية، التربية، التطهير، تعليمهم الخلق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إيش نستفيد من إنسان يحفظ صحيح البخاري ومسلم والقرآن كله في صدره، ولكنه ينفر عن دين الله، خلقه سيء، جافي، عاق لوالديه، سيء مع جيرانه، قاطع لرحمه، نفر الناس عن دين الله، إيش نستفيد منه؟ هذا علمه في صدره، ولكن للأسف، للأسف ربما نفر الناس عن هذا العلم الذي في صدره. اسمعوا إلى قصة أخرى، هذه المرة قصة رجل مع زوجته، وانظروا إلى تبدل الأحوال، إلى تغير الأحوال بين الناس. لا يظن الواحد منا إذا أنعم الله عز وجل عليه نعمة أن هذه النعمة لا بد أنها ستدوم، ما أدراك، النعم ربما تزول. وقديما قيل: لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك. وربما اليوم يعيش الإنسان غنيا وغدا فقيرا، وربما يكون اليوم فقيرا وغدا غنيا، وهكذا الناس أحوالهم تختلف وتتبدل. واسمعوا إلى قصة رجل كان يأكل مع زوجته، وكان الطعام كثيرا، رجل غني مع زوجته، وكان عندهم طعام، أصناف الطعام مثل ما نفعل اليوم، طعامنا على المائدة نجد 4 يجلسون، والطعام يكفي 10 أو ربما 20. طيب لما كل هذا الطعام؟ تعود الناس خلاص، لازم الطعام يزيد ولا ينقص، لازم نأكل أكثر من حاجتنا، لازم العين تشبع قبل المعدة. فإذا بالرجل يأكل مع زوجته والطعام كثير، فجأة طرق الباب، من الطارق؟ ما ندري. فقالت الزوجة: انتظر سوف أذهب وأنظر، يعني ما الذي عند الباب، من الذي عند الباب؟ قامت الزوجة: من الطارق؟ قال: رجل فقير، رجل فقير، ليس عندي طعام، ليس عندي طعام، عندكم شيء من الطعام سد به جوعي؟ فقالت الزوجة: يعني نعطيه بعض الطعام؟ فقال الزوج: لا لا لا، قولي له ليس لدينا شيء، يعني عندنا،
عندنا طعام كثير، عندنا الطعام يكفينا ويكفي غيرنا ويكفي الفقير ويكفي من بعد الفقير، ولكن للأسف بعض الناس والعياذ بالله لا يريد أن يطعم الفقير شيئا من طعامه، لا يريد أن يشرك شيئا من طعامه الفقراء ولا المساكين، فإذا به يقول لا 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 اطرده اطرده، دعينا نأكل، ليس وقت الفقراء هذا. فإذا بالرجل يمشي ونفسه كسيرة، رحل الرجل، ثم ساءت حالتهما، حالة الرجل الغني ساءت، فإذا به يخسر أمواله شيئا بعد آخر شيئا بعد الآخر، حتى خسر كل ماله، ثم اختلف مع زوجته وكثرت المشاكل وزادت الهموم وتبدل الحال حتى طلق زوجته فانفصل عن زوجته، ومرت الأيام حتى تزوجت المرأة غيره، تزوجت رجلا آخر، وفي يوم من الأيام هذا الذي تزوجته عنده خير الحمد لله واستغنى وصار غنيا، يعني الزوج الفقير طلقها وتزوجت آخر وصار الآخر غنيا، وفي يوم من الأيام كانت تأكل مع زوجها الثاني طبعا الذي صار غنيا، فإذا بالباب يطرق وبه سائل، فذهبت وقالت لزوجها فقير، قال أعطيه، قال الزوج أعطيه شيئا من الطعام، عندنا طعام كثير الحمد لله. فذهبت المرأة وأعطته الطعام ورجعت حزينة، فقال لها الرجل زوجها الغني، قال لم تحزنين وما عند الله خير، حزنت لأننا أعطيناه شيئا من طعام؟ قالت والله ما حزنت لهذا. قال إذن لم حزنت يا فلانة، ليش أنت زعلانة، أعطينا طعام فقير عملنا خير. قالت أتدري لم حزنت؟ قال لا لا أدري. قالت هذا الذي طرق الباب هذا الفقير إنه زوجي الأول، زوجي الذي كان غنيا ثريا هو الآن فقير يطرق علي الباب، هو الذي أعطيته الطعام. فقال لها زوجها الثاني، قال أتدرين من أنا؟ قالت من أنت؟ قال أنا السائل الأول، أنا الفقير الأول، أجود بموجود ولو بت طاويا، على الجوع كشحا والحشا يتألم، وأظهر أسباب الغنى بين رفقتي ليخفاهم حالي وإني لمعدم، وبيني وبين الله أشكو فاقتي، حقيقا فإن الله بالحال أعلم. لا تقل يا عبد الله هذا الفقير جاء يأخذ مني مالي وجاء يسلب مني أموالي، فإني قد تعبت على هذا المال، فإن الله عز وجل يبدل الأحوال، وإذا أردت أن يحفظ الله عز وجل عليك مالك فتصدق واعمل الخيرات واشكر الرب عز وجل بالعمل الصالح. لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بل إن الله عز وجل يعطي المنفق خلفا ويعطي الممسك تلفا، كم من غني ثري قد أمسك ماله، جاءه يوم من الأيام يمد يديه للناس يتوسل الناس أن يعطوه كسرة خبز يسد بها جوعه، كم وكم في الناس، بل كم من ملك، بل كم من رئيس دولة، بل كم من ثري غني الآن وراء القضبان، الآن لا يجد لقمة عيش يأكلها. قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بل اقرأوا في القصص وانظروا إلى الناس، كم من فقير كان يعطي جهده وما كان يملك من مال يتصدق به على غيره،
يتقاسم التمرة مع غيره وكسرة الخبز مع الفقير الآخر، كيف أغناه الله عز وجل؟ والغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض، بل الغنى يا عباد الله غنى النفس، أن يصبح الإنسان قنوعا يرضى بما قسم الله عز وجل له. إياك إياك والدعاء على أولادك، لا تدعو على أولادك إلا بخير. واسمع إلى هذه القصة. يقول الأخ: كان عندي أخ لا يعرف المسجد ولا يعرف الصلاة ولا القرآن ولا الذكر ولا عبادة ربه عز وجل، سيء الخلق، لا يحبه أحد في بيتنا، لا يعرف إلا بلاد الفجور، بلاد الزنا، بلاد الخنا، هذه حاله وهذه حياته. لا يرجع من بلد إلا ليحط في بلد آخر. يقول: أما أبي ففي كل يوم معه مشكلة، سب وشتم، وربما يريد ضربه لكنه لا يستطيع. يقول: نعيش في جحيم. والسبب هذا الأخ يقول: لا يبالي بأبي، لا يبالي بأمي، سيء الخلق معنا جميعا، نتمنى خروجه من البيت. يقول: حتى أن أبي كان يكثر من الدعاء عليه، وكان أكثر دعائه يقول: أسأل الله ألا أموت حتى أراك ميتا تحت عجلة سيارة. يقول: هذه أكثر دعوة كان يدعو بها أبي، يتمنى ويدعو الله أن تطأه سيارة، أن تهشم سيارة جسده. لما كل هذا؟ من سوء خلق هذا الولد، من فجوره، من ذنوبه، كرهه حتى أبوه، حتى إخوانه، لم يحبه أحد. يقول هذا الأخ يقول: شاء الله عز وجل أن نغير سكننا، غيرنا البيت من بيت إلى آخر. يقول: وجاورنا فيه، يعني صار جارنا أحد الشيوخ، أحد العلماء، أحد الدعاة إلى الله عز وجل، وذكر اسمه ولكني لا أريد أن أذكر اسمه. يقول: هذا صار إمام لمسجد كبير معروف. يقول: هذا الشيخ كان خلوقا ناصحا، وكان يعني خلقه جم، وخلقه رفيع، وأسلوبه مؤثر. يقول: وكان دائما يسلم على أخي الفاجر، يسلم عليه وينصحه. يقول: وكان أخي يتأثر به، وكان يعني يكثر من النصيحة له. يقول: حتى جاء اليوم الذي شرح الله عز وجل صدر أخي للإيمان، وبدأ يصلي في المسجد معه، وبدأ يجلس معه، وبدأ يتأثر. يقول: حتى تغير أخي الذي كان فاجرا فاسقا، الآن لا يدعو حتى صلاة الفجر، الآن يجلس في المسجد يقرأ القرآن، الآن ملأ الله عز وجل وجهه نورا. أفمن شرح الله صدره للإسلام، فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يقول هذا الأخ: حتى صار أخي سيء الخلق صار أحسن الناس خلقا، وكان إذا دخل البيت كلنا يحبه، يجلس معنا مع إخوانه. يقول: بدأ يدعو إلى الله جل وعلا. أخي الذي كان يقضي وقته في بلاد الفجور والزنا والخنا، يقول هو الآن يدعونا إلى الله جل وعلا، يوقظنا لصلاة الفجر، يعلمنا القرآن. يقول: حتى ذهب مع الدعاة إلى الله عز وجل إلى بعض البلاد يدعو إلى الله جل وعلا. يقول: أسلم على يديه خلق كثير، لن يهدي الله بك رجلا، خير لك من حمر النعم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يقول هذا الرجل الأخ يقول: ومرت الأيام، وكان أخي قد سحر كل قلوبنا. يقول: حتى الجيران أحبوه، الناس كلهم أحبوه، كان يخدمهم ويقضي حوائجهم وينصحهم ويدعوهم، حتى كتب الله عز وجل على يديه خيرا كثيرا. يقول: ظل على هذه الحال ثلاث سنوات وهو يدعو إلى الله جل وعلا ويعلم الناس الخير،
يقول: في يوم من الأيام، اسمع ما الذي حدث، كان يقود فيها سيارته في الطريق، يقول: فأصابها خلل، تعطلت السيارة فتوقف مضطرا تحت أحد الأنفاق، يقول: وأخذ يصلح سيارته لوحده، يحاول ينظر ما الذي يحدث في هذه السيارة، ما الذي يعني عطلها، ما الذي يقول، فنزل تحت السيارة يريد أن يصلحها، يقول: فيشاء الله عز وجل أن تأتي سيارة ولم تنتبه له لأنه تحت النفق، يقول: لم تنتبه به فصدمت سيارته بقوة، يقول: وإذا بسيارته تطأه، فإذا بالعجلات تهشم صدره، عجلات السيارة هشمت صدره، وجاءت الإسعاف وأخذته فرقة الإنقاذ، يقول: وأخذت الجثة، ظنوه ميتا وحملوه إلى المستشفى، يقول الشرطي: يقول: نظرت إليه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. تعرفون ماذا كان يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة؟ كان يقرأ القرآن، يرتل القرآن ترتيلا، يرتل القرآن، ثم خرجت روحه. لما سمع أبوه بالخبر بكى بكاء شديدا، بكى بكاء شديدا، يقولون حتى أغمي على أبيه وهو يقول: أنا السبب، أنا السبب، هذه دعوتي استجاب الله لها، هذه دعوتي استجاب الله لها. وأخذ الأب يبكي: ولا تساعة من دم. ثلاث دعوات مستجابات، منها دعوة الوالد على ولده. إياك، إياك أيها الأب، إياك أيتها الأم، إن كان ولدنا فاجرا أو بنتنا فاجرة فلندعو لهم، لنقول: اللهم اهدهم، الله يصلحكم، الله يهديكم، الله يتوب عليكم، الله يغفر لكم، أفضل من أن نقول: الله يلعنكم، الله يأخذكم، الله يخلصني منكم، كما يقول هذا الأب: أسأل الله أن تطأك عجلة سيارة. وفعلا وطئته عجلة السيارة، فاستجاب الله عز وجل للأب، فإذا به يندم ندما، ولكن لا ينفع الندم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقل شيئا لا تعلم خيره أو شره فتجتنبه يا عبد الله. إياكم والدعاء على الأبناء، فإنه شر إلا أن تدعو لهم بخير. هذا هو المطلوب عباد الله، لندعو لأبنائنا بالخير وإن كانوا فجارا، ندعو لهم بالصلاح وإن كانوا فجارا، عل الله عز وجل أن يهديهم. اسمعوا لقصة هذه الألمانية، فتاة ألمانية يحدث عنها زوجها، يقول: هذه الزوجة طبيبة، زوجتي طبيبة ومتخصصة في أمراض النساء، ليست ألمانية أبوها عربي أو أمها عربية، لا أبا عن جد، ألمانية الأصل، يعني جذورها كلها ألمانية، وهي نصرانية ليست بمسلمة. يقول: هذه الزوجة طبيبة متخصصة في أمراض النساء والولادة، وكانت تهتم في وظيفتها وفي تخصصها، كانت تهتم بالأمراض الجنسية التي تصيب النساء، تجري بحث وعديد من الأبحاث على هذه الأمراض، الأمراض الجنسية، وكانت تعمل في عيادتها وتهتم بكل مريضة في هذه الأمراض، وتعمل عليها الأبحاث لتعرف الأسباب، وهم طبيعتهم يعيشون لأجل هذا. تريد أن تتم بحثها، أرادت أن تسافر، خلاص أنا عرفت هذه البلد، هذه الأمراض، تبحث عن بلد آخر. ذهبت إلى النرويج، يقول زوجها، وجلست 3 شهور فما وجدت شيء يعني غريب عن ألمانيا، نفس الشيء، النرويج وألمانيا تقريبا نفس الأمراض، لم تجد شيئا جديدا، فأرادت أن تسافر إلى مكان بعيد يختلف عن هذه البيئة، فقررت أن تسافر إلى بلد خليجي، إحدى الدول الخليجية العربية. تقول: عزمت، الآن الطبيبة تقص، تقول: عزمت على ذلك، وأخذت أقرأ عن تاريخ هذا البلد قبل أن أسافر، تريد أن تعيش فترة من الزمن، تقرأ بيئتهم، طبيعتهم، طعامهم، لباسهم، كل شيء، كل شيء. تقول: فأحسست بالضيق، إيش هذه البلد، النساء يلبسن حجاب وعباءة وقيود، يعني ما في راحة، ما في حرية، ما في، يعني بلد عجيبة هذه البلد. فلما وصلت التزمت بالعباء غصبا عليها، يعني ما هو طيب منها، وهي متضايقة قد ملت، ولكن فقط لأجل هذه البحوث تصبر، لأجل أن تحصل على نتيجة بحوثها.
فإذا بهذه المرأة تعمل في إحدى المستشفيات فترة من الزمن 4 شهور وهي تعمل، وشافت عدد كبير من النساء، مرت عليها عدد كبير من النساء، لكن لم تقف على مرض جسيم واحد 4 شهور ما شافت ولا مرض، مع أنها كانت في ألمانيا والنرويج يوميا عشرات الأمراض، لكن هناك ولا مرض 4 شهور، حتى بدأت تشعر بالملل. هي ما جاءت لجل تعالج النساء، هي جاءت تبحث عن الأمراض الجنسية لكنها ما وجدت شيئا. مرت الأيام، مرت الشهور، الملل يزداد والقلق يزيد، حتى أتمت 7 شهور، وفي يوم من الأيام خرجت من العيادة مغضبة متوترة، فسألتها ممرضة مسلمة: يعني ما بكي؟ ما الذي حدث؟ ما الذي شافتها بعصب غضبانة؟ فقالت لها: يعني 7 شهور ما في مرض جنسي، أنا جئت أبحث عن هذا الأمراض ما وجدت شيء. فابتسمت الممرضة، قالت لها: لما تبتسمين؟ قالت: إن هذا ثمرة الفضيلة. قالت: يعني إيش؟ فشرحت لها معنى الفضيلة والالتزام بدين الله، ثم قرأت عليها آية من القرآن: والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات. شرحت لها معنى هذه الآية، تقول هذه الطبيبة: فهزتني هذه الآية، هزتني، فقلت لابد أن أتعلم ماذا تعني هذه الآية وكيف يتمسك المسلمون بها. لما 7 شهور ما وجدت ما أجد في تلك البلاد بيوم واحد، ما هذه الآية؟ ما قصة هذا الكتاب؟ تقول: فاقتنيت القرآن مترجم. تقول: وبدأت أقرأ ترجمته. تقول: حتى أحسست أن هذا الذي كنت أبحث عنه، هذه هي غايتي. تقول: فذهبت إلى مكتب لدعوة غير المسلمين، فعندهم أشهرت إسلامي، أشهرت إسلامي، وصرت الآن، تقول عن نفسها: صرت الآن فتاة في ألمانيا محجبة حجابا شرعيا، أدعو إلى الله عز وجل، إلى هذا الدين، الدين الحق. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذه المصيبة، المصيبة أن بعضنا يظن أن الكافر لا فائدة منه، وأن الكافر لن يهتدي، وأن الكافر فقط نقيم عليه الحجة، وأن الكافر فقط نقول له: أنت كافر وأنت مخلد في النار، إما أن تسلم وإما أن تكون في الجحيم فقط. هذا أسلوب الدعوة عند بعض الناس، الجهل بدين الله عز وجل أو بأسلوب الدعوة، ما يعلمون أن الكفار مهما بلغوا فيه من الكفر ربما آية واحدة تدخلهم في دين الله عز وجل. اسمعوا إلى قصة الداعية سميط حفظه الله، وهو في أفريقيا يقول عن نفسه: كنا إذا ذهبنا إلى تلك البلاد، يقول في إحدى البلاد، يقول فتحنا إذاعة، والإذاعة تكلف لكن فائدتها كبيرة، يقول فتحنا إذاعة تبث إلى تلك البلاد، يقول وعندنا ما في مواد صوتية، فحتى نجمع المواد الصوتية لهذه الإذاعة نشغل الإذاعة 24 ساعة فقط قرآن، قرآن كريم، سورة بعد أخرى، قارئ بعد آخر، فقط قرآن، حتى نفتح الإذاعة نجمع المواد الصوتية. يقول أهل هذه البلد ما يعرفون عربي وما يعرفون إنجليزي، فقط لغتهم المحلية والفرنسية، فقط هذه اللغة التي يفهمونها. يقول حتى نجمع المواد الصوتية نحتاج إلى وقت. يقول في يوم من الأيام طرق علينا الباب في المركز، يقول رجل، فأدخله الداعية إلينا، فقلت له: ماذا يريد؟ قال: هذا رجل خريج جامعي، يقول يريد منك طلبا. قلت له: ماذا يريد؟ قال: يريد نسخة، يقول أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها. ماذا؟ أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها. بحثوا عن الإذاعة، قالوا: هذا مركز الإذاعة. فجئت أطلب منكم طلب، أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها. يقول الدكتور سميت، فقلت له: لما تريد هذه الأغاني؟ طبعا هو يقصد القرآن، ما يفهم أن هذا القرآن. قلت له، يقول سميت، قلت له: وماذا تريد بهذه الأغاني؟ ليش؟ إيش معنى؟ قال: لأنني كلما وضعت إذاعتكم واستمعت إلى هذه الأغاني أحس براحة وانشراح الصدر، وأحس بطمأنينة لا أشعر بها إلا لما أستمع لهذه الأغاني. يقول فضحك
الداعية الدكتور، وقال له هذه ليست أغاني. قال إذن ما هي؟ قال هذا كلام ربنا عز وجل. قال ماذا؟ هذا قال هذا كلام الله. قال خذ ترجمة هذا القرآن واذهب وقره على مهل، خذ نسخ من هذا القرآن. يقول فأعطيناه. يقول بعد أيام قليلة رجع الرجل، طرق الباب دخل، يقول معه ستة. قلت لهم ماذا تريدون؟ قال هذا الرجل جئنا جميعا نشهر إسلامنا وندخل في دين الله عز وجل، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن حتى غير العرب، حتى الجمادات يتأثرون به. الذي لا يعرف اللغة العربية الأجنبي اقرأ عليه القرآن يتأثر، حتى لو كان كافرا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. القرآن، القرآن وما أدراك ما القرآن. هذه ألمانية تسلم، وذاك أفريقي يسلم، وأنا عندي قصص كثيرة من أناس لا يفهمون اللغة العربية ولا يدركون معانيها، فقط لما استمعوا إلى القرآن يرتل ترتيلا، دخل إلى قلوبهم فشرح الله صدورهم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل رأيته خاشعا، خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس، نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أيها الإخوة الكرام، لازلنا وإياكم نتحدث في هذه القصص، كما أخبرتكم أن بعضها من القرآن وبعضها من السنة وبعضها من واقع الحياة وبعضها ممن عاصرناه وعايشناه. واللبيب إذا سمع هذه القصص يعتبر في حياته اليومية ويتعظ ويعلمها غيره. كم من إنسان سمع قصة فغيرت مجرى حياته. فلنستمر وإياكم بهذه القصص، فإن فيها الغريبة والعجيبة والمفيدة والنافع، وربما شرح الله عز وجل بها الصدور. حتى نلقاكم في حلقة أخرى من هذه السلسلة المباركة إن شاء الله من روائع القصص وأحسنها. حتى نلقاكم إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.